مرحبا، اهلا وسهلا بكم احبتي الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم وآلامهم، نسمع لشكاويهم، نكون منبرا لحديثهم وافكارهم. الشارع الانباري يواجه المجاعه في مدن محاصره بعد أن منعتهم قيادة عمليات بغداد من الدخول إلى بغداد عن طريق المنفذ الوحيد، والذي هو منفذ بزيبز، لأيام وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ظل هذه الشمس اللاهبة. ولكن في يوم أمس قررت قيادة عمليات بغداد بالسماح لهؤلاء الذين كانت أعينهم ترمق إلى الضفة الثانية من معبر بزيبز للعبور إلى بغداد والنجاة من الموت. وتقارير لحقوق الإنسان تقول أن 4000 شخص كانوا يقفون على الضفة الثانية أمام بغداد من معبر بزيبز، وتحولت هذه الناحية المحاصرة والتي تقصف يوميا بالهاونات إلى المحطة الوحيدة للنازحين، هي ناحية عامرية الفلوجة، والتي أصبحت لا تستوعب للأعداد الهائلة الفارة أو الفارين من القتال الدائر في الأنبار بعد أن سيطر التنظيم على أغلب مناطق مدينة الأنبار. لكن المخرج يقول الاتصالات بدأت، احنا بعدنا ما قلنا ننتظر اتصالاتكم، لكن ناخذ علي من يثرب. تفضل علي. تفضل علي. علي من يثرب تفضل. انقطع الاتصال. لكن قيادة عمليات بغداد في يوم امس قررت بالسماح لهؤلاء الذين يفترشون معبر بزيبز بالدخول بشرط الكفيل بعد أن كانت منعت شرط حتى الكفيل. لكن يوم أمس وأيضا سمحت لهؤلاء بالدخول إلى بغداد ولكن بشرط الكفيل. وكما تحدث السيد أو العميد سعد مع المتحدث في اسم قيادة عمليات بغداد بأن شرط الكفيل هذا هو لحفظ أمن بغداد، وأن أمن بغداد خط أحمر فوق كل الكلام، فوق كل المزايدات السياسية. كذلك أكد أن إجراءات معبر بزيبز وإجراءات الدخول إلى بغداد لا تستغرق سوى 5 دقائق، هذا ما أكد السيد والعميد سعد معا. كل مناطقنا هي نازحة ومأساة، ليس بزيبز فقط، فيثرب، عوينات، سليمان بيق، الدور، جلام الدور، مكيشيفة، سامرة، تكريت، كثير من المناطق. لكن ننتظر اتصالاتكم، آراءكم، مشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة مع الناس، منكم وإليكم. أعتقد شفتوا هذه بعض الحالات المأساوية من مقاطع اللي وصلتنا، كيف وضع الناس النازحين والمهجرين الآن اللي يدور هذا طفل على مي. طبعا الماء غير صالح للشرب، غير صالح للتغسيل، لكن هو مجبور. ناخذ اتصال أبو عبد الله من يثرب. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أحييكم وأحيي البرنامج مالكم. تحيا وتبقى. أبو عبد الله. العالم كله. نعم. الله في الإسلام.
نعم. اسمعك تفضل. لا تاخذ من بعض الشيء ما صار في العالم كله. شلون؟ لا تاخذ صار كثير. ما افهم الصوت كانه مو واضح. ابو عبد الله ممكن يعاود الاتصال ابو عبد الله لان الصوت مو واضح بصراحه، انا ما سمعت شنو قال ابو عبد الله، لكن نامل ان ابو عبد الله يعاود الاتصال. الان بعد مناشدات لمجلس محافظه الانبار بشكل مكثف جدا لقياده عمليات بغداد ورئاسه الوزراء، ايضا قررت قياده عمليات بغداد بافتتاح معبر بزيبس. وهذا المعبر اللي هو يعتبر نقطة الانتقال من الموت إلى الحياة، يعتبر هكذا. فقامت بافتتاح هذا المعبر بشرط الكفيل، وإجراءات الكفيل طبعا لا تستغرق أكثر من 5 دقائق. لم نقف على صحة هذه المعلومة، لكن في الحلقات القادمة تواصل مراسلو القناة ووصلوا إلى معبر بزيبز. لكن كان هناك موقف من السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء بأن جعل كل سيارات وزارة الكهرباء تحت أمرة النازحين والقيام بنقلهم، كما أنبات واردت عن أن السيد صهيب الراوي محافظ الأنبار أيضا أخذ موافقة بإدخال كثير من العوائل عن طريق رئاسة الوزراء. وأتمنى إذا الأخوة يحصلون السيد صهيب الراوي أو السيد صباح الكرحوت رئيس مجلس المحافظة ليضعنا في صورة هذا الأمر. نأخذ اتصال وسام من يثرب، تفضل وسام. يعني نعم تفضل وسام. يعني ناشدنا الحكومات وما خلينا ما رحنا ومهجرين وحالة ضيق عامة. نعم شلون بيسوي شلون يعني نظل طالع امامنا. نعم اسمعك وسام، اكمل وانا بعدين اعلق، اكمل حديثك وانا اعلق بعدين، تفضل. والله يا سلام عزيز يعني والله حال الله محامنا وملعوبين طوبه ويعني وحتى الا فلوسك يعني ما مأجرين بها يعني 300,000 دينار يعني شنو مين تجيب؟ لا يعني حتى رواتب ماكو، حتى الدوله ما تنطي رواتب. نعم صح. نعم. وشكر القناة مرة ثانية. شكرا وسام، شكرا وسام من يثرب. طبعا بالحقيقة موضوع يثرب أصبح موضوع أو حديث الساعة، إحنا ما تكاد حلقة من الحلقات إلا تحدثنا عن يثرب وعن ما حدث في يثرب، وعرضنا أعتقد صور. إذا الزميل الأخ اللي على الأخ المونتير صور يثرب مال ذيك الحلقة موجودة عندك، يعني يجهزها إن إذا موجودة. طيب إذا يعني تحدثنا عن المأساة وعرضنا كل الصور اللي وصلتنا عبر الفيسبوك الشخصي لمقداد الحميدان، عرضنا هذا الموضوع وتحدثنا عنه بإنصاف، إحنا أنصفناهم أمانة وتواصلنا ويا المسؤولين بكثافة. حتى بعض المسؤولين بصراحة زعل علينا، بعض المسؤولين صار بخاطرة علينا، وبعض المسؤولين تكلم علينا قال انتوا قاعد تتكلمون علينا وتسقطون، يحسبون احنا نسقطهم اعلاميا او انتخابيا، لكن احنا تحدثنا بحرقة نريدهم فعلا يوصلون او يوقفون ويا اهلهم. والله العظيم وصلت ان مسؤولين زعلوا علينا وقالوا انتوا قاعد تحشون علينا وتتجاوزون علينا، لكن احنا نتحدث هذا من باب هم عندهم مسؤولية لازم يؤدونها. ناخذ الاتصال. ابو علي من وين؟ تفضل ابو علي.
السلام عليكم. عليكم السلام. فضائية سلام الله. اي تفضل انت على الهواء ابو علي سولف. عيني. يسلم عيونك تفضل. اخي احنا بالنسبة مناطق التي حررت اكثر من 5 اشهر. نعم. وبدينا بالسادس. نعم. ومنطقة زراعية. نعم. تدمرت البساتين بيها. وتدمرت البنية التحتية. نعم. وتدمرت المساكن. نعم. وتدمرت الطرق. واحنا لحد الان الناشد والدق والمخبر وما يجينا كل جواب باكر بعد اسبوع بعد 5 ايام بعد يومين بعد شهر ولحد الان بدون جدول ما حد يعرف وين يتوجه وين يروح وين يجي. نعم. والناشد عن طريق الفضائيه بلشت تشوفون حل احنا. نعم. تاثير المزارع وتدمرت والناس صارت بالشوارع والعوائل قاعد تفتر بالشوارع ما تطلب المساعده ناس تاخذ البقره وناس بخرطوم وناس باربيل والملحى ماكو مساعده ماكو وكل شيء ماكو. نعم. كل شيء ما مخفين نهائيا والناس قاعده هي طلعت من ناحيه تفرق طلعت مثل 100,000 دينار بجيبها او 200,000 دينار وشلون شايل نفسها 6 اشهر. نعم. ايه شكرا ابو علي. شكرا ابو علي من يثرب. شكرا. ناخذ ابو علي ايضا لكن من اقصى شمال العراق من تل عفر. تفضل ابو علي. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك قناة سامراء؟ اي تفضل انت على الهواء ابو علي تفضل. الصوت بس اعطوني صوت. استاذي على مود النازحين مع الانبار. نعم. هاي استاذي احنا نزحنا من تل عفر. نعم. نزحنا من تل عفر بقينا بالسيطره مالتنا تقريبا 5 ايام. نعم. اشوف ولا قنوات العراقيه ما حد حكى لنا مع النازحين مع تل عفر. نعم. هسه حاليا 14 والشياب والعجوز كل دفع ما تسوي من العطش من الجوع دفعنا يم السيطرة ما سلك على ربيل هذول اليهوديين الأكراد. ما خلونا كان يتبوا الله من عطش تريد عسى أجي يمكم وين ما تريد أروح يم السيطرة دخلنا 18 جثة مال الأطفال ومال الشياب ومال العجوز. نعم. وعلى مود الانبار قضيتهم غير شكل الانبار هم رحبوا الدواعش ما تلكلهم. نعم. مو الكل يعني الان هل تل عفر كلها رحبت بداعش؟ لا ابو لا علي لا لا مو لا كلا السنة رحبوا الشيعة ما رحبوا. لا يعني الان الانبار صار لهم الف صار لهم حاليا ابو علي ابو علي الانبار صار لهم سنه ونص قاعدين يقاتلون داعش وتل عفر ما ثبتوا حتى 5 ايام ما ثبتوا ولا قاتلوا داعش والانبار صار لهم سنه ونص يقاتلون داعش فاحنا ما نقيس هذا القياس يعني اكو ناس من تل عفر ويا داعش واكو ضد داعش احنا تابعين على السم احنا تابعين على السم احنا نعم ابو علي ابو علي من تل عفر ها انقطع الاتصال يعود الاتصال ابو علي لكن هذه وجهة نظر مو الكل ويا ولا الكل ضد يعني هذه انا هم سنة ونص الانبار صار لهم يقاتلون وتل عفر اساسا يومين ما اصلا ما ولا ثق ولا طلقة ثارت من تل عفر فهذا مو قياس ناخذ ابو فراس تفضل ابو فراس ابو فراس
انقطع ابو فراس. فرج تفضل يا فرج. السلام عليكم. عليكم السلام. انا نازل اي من يشرب. اي تفضل. والله يا خالد الناس كشور وما حد رجعني. نعم. الو اسمعك تفضل فرج كمل. انا طال النهار طال كشور وما حد رجعني. انا طالبكم بس ترجعونا لديارنا. والله احنا قاعد نسعى والشباب هسه اذا تحصلونا اي واحد عن يثرب مسؤول طولنا يا خلينا نسولف وياه. والله يا خالد الوالد وايد لوالديك يبارك بك. شكرا فرج. والله خالد. نعم شكرا فرج. شكرا شكرا لك فرج. قصص ومأساة يعيشها الشارع العراقي للأسف الشديد. يعني الأخ أبو علي من تل عفر يقول إحنا 5 أيام بالسيطرة وشباب ونساء وأطفال وماتوا من الجوع وما حد تحدث عنهم. صحيح لأن ما وصلنا شيء إحنا كإعلاميين. لو أبو علي أنت بوقتها متصل وقال يابا ترى إحنا واقفين بالسيطرة 5 أيام لا كل بنفسه قناة سامرة توصل لهاي السيطرة ونسوي وياكم لقاءات ونسويها قضية رأي عام. ماكو فرق بين هذا ابن تل عفر وهذا ابن الأنبار وهذا يختلف عن هذا. لا كل الشعب العراقي في هذه القناة واحد. احنا عندنا كاتبين مع الناس يعني احنا نتحدث عن الناس كلهم ما لنا علاقة بغض النظر انت شنو طائفتك انت شنو ديانتك انت شنو مذهبك شنو شريعتك ما لنا علاقة بك. احنا اللي يهمنا انت عراقي تتعرض الى مأساة انت عراقي متعرض الى ظلم وقهر وظلم احنا لازم نوقف وياك احنا لازم نعرض مشكلتك. يعني اليوم مثلا وصلنا مقطع يعني ان السيد العقيد عباس المسؤول في معبر بزيبي زهين النازحين يتحدث عليهم كلمات غير لائقة لا يضربهم وناجدونا الناس ناجدونا ان لازم نعرض هذا المقطع. لكن بالمقابل كل شخص وتربيته. اكو انسان عنده تربية اكو انسان ابن حمايل اكو انسان ابن عشاير واكو انسان لا بالعكس. وهذا راح نشوفه اكو صور لجنود تربيتهم هم تربيتهم شايل النازح وهذا اللي شرب البنيت البنت يشربها ممية وهذا شوفوا خلينا نشوف خلي يطلعونا اول شيء العقيد عباس شو يسوي بالنازحين. طلعونا ها شوف شلون يضرب النازحين يدفع بيهم شوف زين شوف شلون يضربهم ها شوف شلون يدفعهم. اعتقد هذا ما حد راح يحاسبه ما له علاقه الموضوع اصبح يعني يعني شوفوا المقطع يعني كيف عيد المقطع خلي شوفها عيدوا مرتين وثلاثة وعشرة خلي شوف على بلكت يحاسبونه بلكت يجي قائد عمليات عبد الأمير الشمري ويحاسبه بلكت السيد حيدر العبادي يحاسبه يدز عليه يسويها مجلس تحقيقي. ذولا ناس صار لهم 5 أيام و6 أيام نايمين عند بزيبز بس يريد يعبرون انه بيجي واحد لا تربية لا أخلاق زين وشوف شلون يتعاملوا وياهم. شوفوا منو يرضاها احد على امه على اخته على ابوه على اخوه ما حد يرضاها. اكو احد يرضى هذا العمل فعلا يرضى على امه وعلى اخته على ابوه على اخوه على عشيرته ماكو احد يرضاها. معقوله توصل بينا الحد من الاخلاق هذا الحد المتدني؟ وين الانضباط العسكري وين التربيه العسكريه وين اللي نتعلمه بالعسكريه؟ عيده للمقطع خلينا نشوف اخر ثالث مره عيده وشوف شلون التعامل. معقوله بشر او واحد عراقي يتعامل ويا عراقيين كل واحد بقد ابوه لو بقد اخوه يتعامل وياهم بهذا التعامل ضرب ودفع ويضربهم بالسلاح ماكو كل شيء ما يتحاسب ما ينطرد اصلا من العسكريه. ليش هو كل واحد فاشل بالعسكريه راسب بالسادس اعدادي
فاشل اساسا بالكليه العسكريه، مسربتينا وذابينا على العراق، لو يعوف سلاحه بلحظات وينهزم من الانبار وتنقل عشائر واحد يتقاتل. لا تخلونا نحكي حكي واحد يطلع من طوره. يعني معقولة هذا التصرف؟ يعني أحد عراقي يرضى بهذا التصرف؟ بالله عليكم أحد عراقي يرضى بهذا التصرف إلكم؟ لكن بالمقابل خلنا نأخذ اتصال أبو قتيبة. تفضل أبو قتيبة. ألو. تفضل أبو قتيبة. ألو. الله يبارك فيك ويساعدك. تفضل. قال الله يساعد حياتيكم وطنواتكم لكل القنوات الشريفة أنك أحد العراقيين مشار إلى أمبر. الله يبارك فيك، تحياتنا لك. أحكي وراك عن ربطين من يدرب ونحن أصفر من الأسراء إلى أزار أنا كنا عراقيين وأخوة متحابين. أو نعم أنها أردتنا على الزراحة الاستعمار والمحسين دينا علينا أن تجاوزها وعلينا نطلع صفحة جديدة عفى الله عنا خلاص. نعم. نتوحد ونناقض المحاولة على الحكومة والمسؤولين إلى أن يغطون الأمن في كل محافظات العراق. كل محافظة تحرر أسامي حشد من عندها. نعم. ونحن عشقوا الله إلى مناطقهم الغمارة، نزلناكم حررناكم هذا الحشد مالكم يتحملون مما هو أي مسؤولية تصير مرة ثانية. جميل. حتى يقدر يتعاون ويقدر يبني العراق ويقدر يتحد ويقدر يقرا على هاي. احنا ان شاء الله ماكو فرق بيناتنا لا المسيحي ولا الكفري ولا اليهودي. نعم. شكرا. نعم ابو قتيبة اكمل اسمعك. اسمعك ابو قتيبة اكمل. كمل اسمعك. استاذ عزيز انا اشد من خلال الله لكم. نعم. الشريفة انا اشد العراقيين الشرفاء. نعم. الراحة كل منطقة تحرر ويجبونها اهلها عن مسؤوليتها. نعم. شكرا ابو قتيبة، شكرا جزيلا. كلام طرح جميل. مناطق محررة رأى 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر، ليش لعد عليش تحررت غير على مود ترجع لها أهلها؟ ناخذ قبل أن ننتقل إلى فاصل ناخذ عمار العبيدي. تفضل عمار. تفضل عمار. عمار تسمعني؟ تفضل عمار العبيدي. الو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك استاذ، تحياتي للكادر. الله يحييك يبارك بيك. تفضل. الله يبارك فيك. والله هي صراحة أنا هسه توني دا أصلي صلاة المغرب وشفت هذا المقطع هسه اللي مطلعيه على مود يعني إخواننا النازحين بالأنبار. نعم. يعني هذا المعامل هذا هو بدل ما يشكل طريق ها للنازحين يتعامل معهم ويقدمهم مساعدات يقولون يضربهم مش ضرب والله هذا عمل الله يرضى به. نعم. زين هذا العمل حتى لا الله ها ولا أصلا عباد يلهون بهذا العمل. زين وهم طبعا هاي الشغله اللي صارت في الانبار والرمادي ها كلها مدروسه اللي يعدونا يعني مو هدفهم جايين ان يحمونا. نعم. مو صحيح استاذ لو انا غلطان يعني بكلامي. نعم اكمل تفضل. الله يبارك فيك. يعني هذا النقطه حتى اللي ظهر ها هذا حتى اليهود ما يسويها يعني. اكيد. ومعرف يعني احد راح يحاصله، احد راح يقول هذا العمل يعني هذا العمل اللي سويته حق عليك وراح يعني الى القضاء. يعني احنا يعني كل واحد يحس على نفسه، احنا عنده ضمير امام هاي العالم المساكين اللي راحت اندورت لا بقى عليها بيوت، لا بقى عليها حلال، لا بقى عليها مال، اللي فقدت ابنائها واللي فقدت عشيرتها. نعم.
شكرا عمار، شكرا عمار العبيدي من بغداد، شكرا جزيلا لك. أحبتي الكرام مستمرون معكم في برنامجكم مع الناس بعد الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم، مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. طبعا شاهدنا وياكم مقطع لهذا الجندي الذي يضرب النازحين، لكن بالمقابل أكو جنود إنهم عندهم غيرة، عندهم تربية، أبناء حمولة. لكن قبل أن نشوف الصور كيف الجنود ينقلون النازحين ويشيلونهم، نأخذ عباس من بغداد. عباس تفضل. أنا هذا المفروض يصيرهم وين يساعدهم؟ نعم يستقعوض هاي الناس العطشانة اللي عاقب دياره. نعم يعني بسها يعني وش القيلة راحت العراقية؟ نعم والله جيد بس راح يحاسبه واسع يعني شنو هاي بشر هو هذا؟ هذا هو بشر ما محسوب العراقيين هذا؟ نعم والله مع الأسف مع الأسف مع الأسف. شكرا نعم نعم عباس فصل. عباس مؤيد تفضل. يا مؤيد مؤيد انقطع. مؤيد ناخذ اتصال اخر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اخي. يمكن اشترك في البرنامج؟ اي انت على الهواء مباشر تفضل سولف اخي. وياكم دجال من الناصريه. ونعم تفضل اخي. احنا مع ضد الظروف وضد يعني لازم الكرامه ما تسمح لنا نروح العراق. العراق ما ينبر كون ما يكون وما ينبر ما يكون. نعم يعني هو العراق هو الحق يجي لبغداد. نعم من حق المواطنة بكونه هو عراقي حق يجي لبغداد ونازع ويعني هذا الشيء احنا ضد الضرب. نعم بس احنا مع ذلك يعني عندنا ملاحظات على هاي المجلس. يعني الشباب ليش انتم ما تشيل سلاحك وتدافع عن الانبار من الانبار الشعب؟ يعني ليش ما تشيل سلاحك وتدافع عن الانبار؟ ليش تمدح بغداد؟ نعم صحيح؟ وياي؟ والله احنا ضد هذا الشيء ضد الضرب بس احنا نقول الشباب يعني النازحين الشباب يحمل السلاح مرات التطوع للشباب حتى الشعبين يقاتلون الارهاب وداعش. نعم جميل. وليش محاولة محو الضرب؟ احنا ضد الضرب وضد الاهانه مو ما يكون العوائل النازحه العسر يتسوون انهم وليش؟ اسمعني احنا انا وياك بهالنقطه ليش ما يحاربون؟ وليش دا يخلون اولادنا ولد جنوبهم ما يروحون ويدخلون بحرب ما لهم علاقه بيها؟ رغم ان العراق واحد صحيح لكن هم المنطقه لازم ابن المنطقه يحارب. ما معقول يجي ابن الجنوب من البصره يروح يحارب بالانبار على مود يرجع حلال الانبار؟ صعبه. نحارب احنا عندنا احنا الحمد لله نحارب ولبينا النداء وعندنا شهداء بالانبار وعندنا ناس يدافع عن الانبار ونلبي النداء وبعد ندافع عن الانبار او الرسالة ندافع عن الانبار. هذا مطلق شهداء اثنين بالانبار وحجة ثلاثة قاعد يقاتلون بالانبار. نعم شكرا شكرا اخونا من الناصرية. كلام جميل. ناخذ من كركوك ابو محمد من كركوك تفضل. ابو محمد الله يساعدك حبيبي. يساعدك حبيبي تفضل حبيبي. نازحين والله يعني انقهرنا عليهم حيل يعني ما ندري شو نسوي احنا من كركوك. يعني تصور 500,000 نازح من جميع المحافظات الجنوبية بكركوك والحكومة مالنا يقول كركوك تحت سيطرة داعش. لأن أنت تصور محافظة تحت سيطرة داعش و500 نازح عنده، هذا يذبحهم لو يربيهم لو يغذيهم. بس قل لي يعني هذا شلون حكومة؟ أنت تصور أكو حكومة؟ نعم. احنا اصلا حكومه ما عندنا. هذا الحكومه اللي عندنا هجر الناس وباع القاع للايران يا اخي. نعم
انت اسالني خلي اجاوبك بس اسالني يعني ما ادري يعني شو اقول ما ادري يعني شلون اوصف هذا الحكومه هو وين اكو حكومه عبادي شلون يجيبه ويوديه يقصه ويخيطه ما يسيطر عليه اخوي ما يقدر ما يقدر اكو شمنات احنا نشتغل للايران احنا ما نشتغل لنفسنا يعني ما معقوله هذا 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 مو دوله هذا انت والسنة احنا هسه قاعدين احنا السنة اخواننا هسه لو تقول احنا الكردستان نريد نستقل راسا يندمجون وياهم ما يقولون احنا اصلا اتبهدلنا نهجرنا انهجم بيتنا يقولون لا عراق الواحد هو وين اكو عراق اقول ما بقى شيء اسمه عراق. شكرا ابو محمد بن كركوك. عرضونا بعض الصور ويا ما ناخذ سعد بن الدجال عرضونا الان الصور ايضا. تفضل سعد. تفضل سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. تفضل سعد. احنا قرية الجراطون من نهر الدجيل. نعم. المنطقة صلاح الدين تحررت احنا. نعم. يعني صار لنا من 15/10 تحررت ولحد الان لم تدعي على نازح اي القرية. نعم. من خلال برنامجكم الكريم نطلب الاتصال عضو مجلس محافظة الدين اللي يمثل عن اهل الدجيل واهل قريتنا هو الاستاذ علي فاضل ابو الحسن. اسمه؟ علي فاضل من جبلي. علي فاضل نعم. احنا وصلتنا نداءات عن هذه المنطقة الكراغول وصلتنا نداءات عليها واحنا كان ودنا ان نتحدث عنها لكن بما ان قلت عضو مجلس محافظة ان شاء الله بالحلقة القادمة نستطيع ان نتحدث ويا شخصيا. نعم سعد. ايوه انت الان وين نازل؟ انت الان وين نازل؟ عائلة يعني الحر بهالصيف تدمر في العوائل لا يوجد الناس المدربات شيء يعني مكبس من العوائل فنطلب منكم خلال برنامجكم الكريم اتصال بالعضو المجلس المحافظ المسؤول عنا وعن منطقتنا هو الاستاذ علي فاضل الجبني. نعم. يعني خلي يسوي لنا تشاره يعني ما يرهم هالشكل العوائل الان منو بالمنطقه الحشد والقوات الامنيه شرطه جيش منو بالمنطقه؟ نعم. الان منو بالمنطقه مالتكم؟ حشد او جيش او شرطه؟ نعم جماعه الحشد موجود من المنطقه. نعم شكرا سعد. ان شاء الله بالحلقه القادمه احنا باذن الله نحاول نحصل الاخ عضو مجلس المحافظه. ومعانا اتصال. الو ابو حسام من النينه والموصل. تفضل ابو حسام. السلام عليكم. عليكم السلام. هو قبل شوية العادة علي من تلعفر. نعم. هاي تلعفر تدريت ما قاوم 5 أيام. نعم. تلعفر من 2005 قاوم بس عشائر معدودة عشيرة الشولاب عشيرة الصبرة عشيرة العجان أو قراجة وعنقر. نعم. هذول قاوم من 2005 بس فوق 118 مفخخ و 80 تقريبا 80 احزمه ناسفه بس على الشيعه. نعم. بس على الشيعه قاومنا وجاهزنا وناظرنا عصر وفقنا الوليد والراوي الله يحفظهم هذول بطل بطل بس اسير النجفي باع للعفر والموت باع على اشراف على مسعود البرزاني شغله سياسيه كلهم هم زياده. نعم. انا ما هذا ليس طعن باهالي تلعفر ابو حسام. انا زرت تلعفر زرت تلعفر واعرفهم اهالي تلعفر وبيت سنجو وبيت حنين القد وكلهم اعرفهم واصدقائي يعني واكلت عندهم وزرتهم. لكن القصد اقصد بهذه الايام الاخيره يعني الانبار مو كلهم داعش وتلعفر مو كلهم داعش. نعم. والله عميد نجم القائم قام السابق هسه قائد عمليات نينا وسائر. نعم. هذا ب 2007 جاب المفخخ قائم قام جاب المفخخ عن منطقه حي الوحده فكر وانهزم على امريكا. نعم. وهسه رجع عن من امريكا صار قائد عملياتنا نينا وهذا شغله سياسيه هذول كلها امريكان عاملين امريكا هذول. نعم.
نعم شكرا ابو حسام، شكرا ابو حسام. احنا نشوف بعض مقاطع الفيديو النازحين وتوزيع الاكل والشرب وكيف وضعهم مساوي، لكن ناخذ سعد من كركوك. تفضل سعد. مرحبا استاذ علي. مرحبتين كل الهلا، تفضل. تفضل سعد. ابو طارق مال شو اسمه سوينا مال نازحين عن اليوم قدمنا ولسه ما طلعت التامينه. ليش هاي بعدكم ما مستلمين المليون الهسه؟ الو اقول الهسه ما استلمتوا المليون؟ ما استلمنا لسه على المليون. عسى بحظه وبخت اللي باقين. والله استاذ لسه ما انطونا كل شيء وقاعدين والقمار لا جاء ارقامي وماكو لا شغل لا عمله ولا شيء قاعدين الله وكيله جانا رمضان واستنى لها. نعم اي والله استاذ يعني جاء الخاطر والسولف واتصلت عليك قبل هالمره وهني ما حصلتك. نعم ان شاء الله شباب حصلوا ان السيد عبد القادر سعد الجميلي المتحدث باسم اللجنه العليا لاغاثه النازحين اذا تقدرون تحصلونا يا تصلونا عليه. شباب شكرا سعد، شكرا سعد. ناخذ ابراهيم من عزيز بلد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ مقداد؟ الله يبارك بيك وحفظك، تفضل استاذ ابراهيم. الله يبارك بيك ونتشرف بيك وبكل اهل بصر اللي تتمثلهم علينا كبرتك صوتك الطيب الاصيل. الله يبارك بيك ما عليك زود ونعم منك، تفضل. شلونك استاذ العزيز؟ بخير الله يسلمك وحفظك يبارك بيك. استاذ العزيز انا وجه صوتي يعني بالنيابه عن ربعنا العزيز بلد ابو دراج البحنظل البصرات نعم. كل هالعزيز بلد. نعم. والله احنا يعني اسمعنا ما طلعت بنحة المليون ولا زاد ولا نقص. احنا هسه يعني صار لنا حدود سنة نازحين ولا مساعدات ولا زايد ولا نقص. والله يعني الناس الدولة تلتفتنا ترجعنا لأهلنا المناطقنا لجارنا. مناطقنا محررة ما في شيء يعني. نعم. احنا والله حاولنا الاتصال بالسيد ابو سميه لكن ما جاوبنا على اساس احنا من ذيك الحلقه نتحدث عنه عن عزيز بلد وشنو اخر مستجدات عزيز بلد، وحتى بذيك الحلقه عرضنا صور من عزيز بلد وكيف مدمره عزيز بلد، واذا الاخ بالكنترول يسمعني واكو صور عزيز بلد هم يحضرها يعرضها لنا. واحنا ان شاء الله وياكم واحنا صوتكم وباذن الله نبقى وياكم حد ما ترجعون لدياركم وانه بنزوركم بدياركم وتسوونا غدا عشاء بكيفكم. شكرا ابراهيم من عزيز بلد. نشوف مقاطع الفيديو او اذا الاخ يحضر لنا صور يثرب وعزيز بلد مال تلك الحلقه ينطينا اياها، لكن نشوف المقاطع الفيديو ل النازحين والاكل والشرب ووضعهم. تفضل. مره اخرى احبتي الكرام مرحبا بكم، شفنا هاي المقاطع وشون وضع ماساوي، والله العظيم احنا بزمن هسه متطورين يعني ما حد يتحمل هاي العيشه. عندنا من ديال اتصال. ابو سفانه. ابو سفانه ونعم كل الهلا، تفضل. حياك الله يا مغداد. يبارك بيك. بارك الله بجهودكم الشريفه النيره. ما عليك زود، يبارك بيك، تفضل. الله يبارك بيك، اخوي مقداد انا بالنسبه لي ما نازح، الله شاهد ولا مهجر. نعم. ولكن للاسف الشديد اقول اللهم ربيعي المهجرين هاي اولا. نعم. واحنا مقبلين على رمضان. نعم. نجد الخيرين الى اكو خيرين للحكومه. نعم. اخو مقداد هذا عقيد عباس وعقيد حسن اللي على الديبل. نعم. هذا ارفع لهم صوت اسمعهم صوت وسمع الوجه الدفاق. هو كان متعصب من الديبل للانبار. اذا عندكم هيك زود وعضلات تدحوا داعش هذا الملعون داعش الارهابي. نعم. ليش اكيد هاي العالم العراقيين المسحوقه اللي متبادله اللي راحت تفوتها ومالها وحلالها واعراضها انهشت وانت قاعد تفرض على ربك عليهم. واخي بالنسبه انا اسمع اخوي هذا ابو الناصيه احتاج على راسي. يا اخوي ابو الناصيه اجى بالجنوب وانبجت بالسلاح صحيح، ولكن ما هذا الانبار ما صار تحت الجاف عندنا في السوق. ما صدهم الحكومه يصيح العالم حطوا له سلاح وما حد يسمع، حطوا له سلاح وما حد يسمع، ليش قاتل يا اخي بالطابور؟
وانا خلي اسمع عنا الاخ ابو الاحفاد يا اخي دول اللي هسه بالجيب ترى كلهم واجهوا داعش اهلهم قاتلوا داعش وانقتلوا وذول طلعوا بالعوائد بعد كيف لو ما قاتلين داعش كان شو صار مصيرهم حالهم مو هذا واحد لازم ينصف يخلي الله بين عيونه هذا الشعب العراق كله واحد من داخل الفاو كنا مسلمين كنا يعني ناس اهل شيعه ولا سنه كلنا قبله وحده وربنا واحد ووطننا واحد التعاون هو حلو ابو احمد القوس التعاون تبادلنا ما يصير يابا ترى الدوام هذا والله اجراءات حق الشعب العراقي وانا التحق اخوي مقداد شكرا شكرا ابو سفانه شكرا لك وان شاء الله وصلت رسالتك نشوف مع مازن الحشماوي اكيد نشوف صور يثرب تفضل مازن سمير سمير تفضل سمير الله يشوف صحة تفضل حياك الله بخير استاذ احنا مخيم عربد وتبهدلنا وهاي هيك وضعنا احنا وهاي احنا نشكي من المي خاصة من المي لان اليوم العوائل تشكي من المي مي ماكو بالمخيم خلاص واحنا نطالب من حكومة المركزية والحكومة والله احنا في كردستان ما نقصر ويانا يعني بس عندنا السبب الرئيسي المي. نعم. نعم شكرا شكرا سمير. طلعوا لنا صور يثرب نشوف صور يثرب وبعد صور عزيز بقى وصور يثرب سريعا. جعفر من بغداد، تفضل جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشترك بالبرنامج؟ اي انت على الهواء تفضل. جزيلا العفو بالنسبه للصور اللي تطلعها نعم يعني اكيدا اكيدا هذه الارض هي كانت ارض بها حرب فاكيد الدمار والخراب اللي تشوفه اكيد جراء الحرب اللي كانت موجوده في هذه الارض نعم فهذا شيء طبيعي هذا يعني شيء معروف طبيعي قبل نعم مو شيء متعمد من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي لا لا هذه نعم هذه منطقة معارك فأكيد يصير دمار وكذا لكن المشكلة من راح يعوضهم من راح ينطي الناس تتعوض احنا هسه المشكلة مو بالتعويض المشكلة بس الناس تريد ترجع على بيوتها حتى لو تحط خيمة فوق بيتها المهم هذا بيته جيد كثير من هذه البيوت لا زالت مفخخة ولا زال يعالجون بها يوخرون المفخ القنابل والتفتيح من عندها والكثير ايضا من الامور الامنيه بعد غير مستتبه يعني احنا شنو ضمان انه العوائل اذا رجعت ما موجودين مندسين من قبل الدواعش معاهم وترجع المشاكل من جديد فخلي نصفي الامور الامنيه او خلي يصفى الوضع الامني وبعدين العوائل يرجعون لبيوتهم سالمين امنين ان شاء الله تعالى ان شاء الله يا رب شكرا جعفر من بغداد شكرا لك اتصال اخر ايضا نشوف صور عزيز بلد مع الاتصال اتصال تفضل ابو محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام كل الهلا انا من الدجيل من الدجيل ونعم ونعم تفضل بخصوص الامتحانات نعم استاذ العزيز الامتحانات مال النازحين نحن في السليمانيه نعم ونقلوا الامتحانات مالتنا من السليمانيه للدجيل نعم ايه ونطالب من قناتكم بلكي تحلون معها القضيه تحولون الامتحانات الى السليمانيه. اذا احنا راح هو منو حولها القرار يمنا يم مدير تربيه مال صلاح الدين؟ مدير التربيه نعم. مال صلاح الدين؟ اذا نحاول بالحلقه القادمه نتصل بمدير تربيه صلاح الدين ابو محمد وان شاء الله خير نفتهم منه الموضوع والناشده احنا ايضا عن هذا الموضوع يعني اللي رجع يمتحن بالدجيه. واللي ما رجع يمتحن بسليمانية علش يعني المواطن هو نازح هو تعبان هو متبهذل تجون تحطون فوق العبء بس واحد يدي يخلص السنة الدراسية شلون مكان على مود الوضع يعني يمشي نعم ناخذ مقطع فيديو من لقاءات آخر شيء من لقاءات مع نازحين نعم يعني المشكلة اليوم مشكلة النازحين نشوف اللقاءات ويا النازحين آخر دقيقة تفضل وتستمر المأساة لكن هناك رب كريم نلقاكم بإذن الله مساء السبت لذلكم الحين شكرا لكل من شاركنا شكرا للإخوة في الكنترول شكرا موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته